ايش ما بيلزم ضح نعمل. والمسألة من هذا الأنقم. المسألة مش بس لها المشرفين. المسألة كيف ما شايفها. وكيف ما كلها ما شايفينها. إلها تضحيات. وإحنا مستعدين ندفع كل تضحية عشان نضمن بلدنا. وهاي البلد نضلنا نسمع فيها صوت الأذان. ونضلنا نسمع فيها شاش الكنائس. ونضلنا نحكي في الشارع عربي. مستعدين ندفع كل ثمن. مهما كان الثمن مستعدين ندفع إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيك. المستثمرين اللي جايين من وراء البحار من فرنسا وكندا واستراليا وامريكا ومن كرامات تل ابيب اللي بيبنوا فوق بيوتنا، هاي لازم المهزله تنتهي. هاي بلدنا زي احنا ما حافظناش عليها كمان مره، هاي البلد راح تضيع كمان مره. انا بقول زاد العدد.